شغله بس بكل المبنى كلنا وطني بس هي موجوده، باقي طلعوا لنا كل مندوبيننا. فانا بناشد المواطنين ينزلوا بكثافه، للاسف عندهم تصاريح وعندهم في اكثر من مدرسه نحن ما عندنا مندوبين لكلنا وطني، بس كل الشباب والصبايا رح يكونوا مندوبين لنا. مقصود يعني انه مقصود لان ما صار هالشيء الا مع كلنا وطني، ما صار مع اي طرف ثاني. لمصلحه الاحزاب الحاكمه، لمصلحه احزاب السلطه. نحن بلد ديمقراطي وصوتنا ومش مسموح الترهيب والقمع. فأنا بدي أتمنى على كل الناس يكونوا مندوبين لألنا، لأنه تقريبا ربع مدارس الأشرفية ما عنا مندوبين كلنا وطني، مع أنه هالمرة تعلمنا من وقت بيروت مدينتي وغطينا أكترية الأقلام، لأنه هالمرة يا جماعة ولا صوت لح نخليه حقنا وقلنا وصوت لنا يضيع.